السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا افيشور ديال سيكمير ديال ريبوندو سيرفيروت موديل 2008. اليوم غنشوفو كيفاش اننا نقدرو نريكلو ليها ليكليراج ديالها. عندنا بدا ديفو ملي تتشعل كيمشي لينا ليكليراج. اول حاجة غادي نديرو هو غادي نوركو على نمرة 4 و3 او ميم طون، دقة وحدة بجوج. حاول انك ما تسبق حتى شي حاجه، تورك عليهم بجوج او ميم طون. ملي كتورك عليهم كيطلع لك واحد الكود، هاد الكود اسيدي هو 1308. كما كتلاحظوا ها هي واحد هنا، ربما كاين اللي غتبان ليه كاين اللي ما غتبانش ليه. كنجيو كنوركو على ثلاثه بالخانه المقابله ليها باش تقدروا نتحكموا فيها. كنتحكموا فيها بهذا، كنزيدوا يعني هنا عندنا 3، هنا عندنا تبقى 0، هنا في 5 غادي ردوها 8، يعني 1308. هذا هو الكود باش كتقدر تدخل الباراميتراج ديال الكليراج. من بعد كنوركو على 6 اللي هي اوكي. اوكي ملي كيطلع لينا اذا لاحظتوا راه كاينه هنايا واحد الخانه هي رقم 5 كتورك عليها، كتبدا يطلع لك لافيشاج. ها هي دابا 50%، كما كتلاحظوا 60%، 70%، 80%، 90%، 100%. صبر، ها هو دابا كما كتلاحظوا لافيشور ديالنا واضحة وباينة. نقدر غير نستمتع دابا. ملي كتسالي كتدير سميتو عليه كتورك على النيميرو أن بوغ لاكيتي. ها هو دابا الآن كما كتلاحظوا معايا ولا كيطلع لينا كلشي باين. حنا غادي نطفيوها دابا فوالا تما كيما شفتو. حنا غادي نعاودو نشعلوها الان فوالا، شوفو ليكليراج ديالنا واش بقا ولا حيد. فوالا، اذا عندنا هنا اوتوماتيك.